أثابكم الله، وما حكم الموعظة بعد الدفن أو قبل الدفن عند المقبرة؟ هذا غير مشروع، اتخاذ المداومة على الوعظ عند القبر هذا غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، وإنما فعله مرة لسبب، وهو أنهم لما جاءوا وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله ينتظرون القبر ينتهي حفره، فوعظهم صلى الله عليه وسلم بسبب تأخر الدفن. أما إذا جاءوا والقبر مجهز يشتغلون في الدفن، وإذا فرغوا من الدفن ويدعون لأخيهم بالتثبيت ويستغفرون له ثم ينصرفون. نعم.